مصر جميلة؟ اه مصر جميلة. عندنا مشاكل؟ اكيد في مشاكل، بس الجميل بقى ان احنا نعرف مشاكلنا ونحاول نحلها. الجميل ان احنا نبقى عارفين ان عندي واحد اتنين تلاتة، لكن عندي حلول واحد اتنين تلاتة. مشكلة العشوائيات اتكلمنا فيها كتير واتطرحت كتير جدا في السنين اللي فاتت، لكن مفيش اي حاجة حاصلة بالشكل اللي احنا عايزينه. هو بيحصل حاجات لكن احنا عايزين اكتر واكتر واكتر، اللي احنا طمعين وسقف الحدود عندنا مفتوح، بتاع حدود سقفنا مش عايزين نقف، عايزين نخلي كل الناس مبسوطة وكل الناس حلوة. المشكلة دي فيها مشاكل كتير وفي حلول حصلت وفي فلوس حلول هتحصل الفترة اللي جاية، كلام كتير جدا. خلونا بس نرحب بضيفتنا الكريمة دكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات. اهلا بحضرتك، منورانا. وصباح الخير. صباح الورد. منورانا دكتورة ليلى، وزي ما حاتم قال في المقدمة احنا مشكلتنا مشكلة العشوائيات، يعني مشكلة ان انت تبقي ماشية في مكان، مثلا هناخد الدائري اللي في المعادي، كنت بتمشي تلاقي خضرة وجمال في كل حتة، فجأة بعد الثورة بقى فيه بلوكات 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 منتشرة بشكل كبير جدا، بالإضافة ان هي مش بس عاملة شكل غير حضاري، ممكن تكون خطر في بعض الأحيان. واحنا طبعا الحمد لله ان احنا لاول مره في التاريخ يبقى عندنا وزاره مختصه بالعشوائيات، لاول مره يبقى عندنا ميزانيه في الدوله مخصصه للعشوائيات. عملنا ايه وعايزين نعمل ايه في المستقبل؟ اوكي. عملنا ايه؟ ان احنا بطلنا نقول لاي حد في اخلاء قسري. كان زمان بيقولوا للناس لازم تتشالوا من هنا وتروحوا لايواء مؤقت وهنشوف بعدين، وفي ناس قاعدة لحد النهاردة بقالها 10 سنين في عمارات اسمها إيواء مؤقت. لكن احنا ما بنعملش كده خلاص. دي أول حاجة. الحاجة التانية بعد انه ما فيش إخلاء قسري، بندي الناس خيارات، تحبوا شقة بديلة بتدفعوا إيجارها طبعا، ولا تحبوا تاخدوا مبلغ وتروحوا تتصرفوا انتوا تشتروا، ولا تحبوا انكم تستنوا لما نبني لكم في نفس المكان أو مكان قريب، وفي الفترة اللي بتنتظروا فيها بتاخدوا إيجار على حساب الدولة. ففي خيارات. ثالث حاجة بنشرك الناس في القرار. ما كانش زمان حد بينزل يسأل الناس عايزين ايه، بتعمل ازاي، طب انتوا هتساهموا بايه واحنا بايه. احنا بنفترض انه الناس اللي بنت العقارات دي كلها قادرة ورغبة انها تطور من نفسها. ده جميل، وطلع انه فكرتنا صح. يعني كل المصريين اللي قابلناهم في العشوائيات وقلنا لهم علشان نوسع الشوارع ونعمل اماكن خضراء ونحسن المدرسة مستعدين تساهموا، كلهم قالوا اه. عظيم. ففي حاجات كتير جديدة، ومشاركة الناس في القرار وفي الفكر وفي الحل أهم حاجة طبعا. تمام. وهو ده اللي بيرضيهم بعد كده لأنهم اشتركوا في الفكرة. بالظبط. فأضيف بقى على الناس الأفراد اللي عايشين الجمعيات الأهلية. المجتمع المدني صراحة السنين اللي فاتت كلها بيشتغل في صمت ومحدش دريان بيه، بس طلعت سمعة سيئة على المجتمع المدني. هي مش كده خالص. يعني أسسوا الجمعيات في قلب الأحياء دي صعبة المعيشة فيها، وعملوا مدارس مجتمع، جابوا فلوس، اشتروا أرض من سمسرة أراضي، بنوا بفلوس تبرعات، أسسوا مكاتب وتخت، وعملوا برامج إضافة إلى برنامج الحكومة، بيعملوا ترفيه ومسرح ورحلات، ويعني بينشطوا إحساس الطفل إنه كيان أدمي يستاهل ان يحصل على اجود تعليم، مش عشان ساكن في بيئه محرومه يبقى خلاص. غير كده الجمعيات الاهليه بتعمل وحدات صحيه تابعه لوزاره الصحه، بس هي بالجهود الذاتيه، وبتعمل نظام احاله للحالات اللي هي محتاجه علاج على نفقه الدوله. في جمعيه تكامل وتواصل وعزبه خير الله وحمايه البيئه وروح الشباب وجمعيه نبني مثلا. شوفي دي جمعية طلعت من بعد الثورة، ابتدوا يدهنوا طلاق الوجهات، واحنا خدنا الفكرة دي منهم، ما كملوش طبعا لان الموضوع كبير شوية، لكن احنا بنقلد اللي المجتمع عمله كحكومة علشان بيقول لنا انه ده غالبا هينجح. فعاملين مشروع طلاق وجهات في 4 عشوائيات، عزبة خير الله، ابو اتاتا، منشية ناصر، والبحر الاعظم. البلوكات اللي حضرتك بتشوفيها على الدائري دي هنبدأ ببعضها اللي على الواجهة علشان نجذب شباب يعملوا فيها بأجر فترة تدريب، وبعدين يلتحقوا بشركات مقاولات. ففي بناء ناس بقى، مش طوب وسمنت بس. تمام. العشوائيات مش عيشش بس، والعشوائيات مش ناس يعني فقيرة وناس واللي احنا بنشوفه في يمكن في الفن، مش كله مخدرات وكله وحش وكل ده، يعني بالعكس في جدعانة وفي رجالة وفي نخوة وفي بعض التقاليد يمكن نكون قد افتقدناها في الشارع المصري لكنها لسه موجودة ومتواجدة برضو. اخواتنا موجودين عايشين معانا.
التطوير بقى في الفتره اللي جايه حضرتك، يعني عايزين نعرف ايه الخطط الموضوعه من الدوله عشان خاطر نرتقي بالعشوائيات دي، او يعني نقضي على الموضوع ان واحد عايش في عيشه وندي له خدمات وندي له سكن وندي له صحه وندي له تعليم وندي له يبقى عايش عيشه كويسه. نبدا بالساكن في عيشه، ده طبعا ما ينفعش انه يستمر في عيشه. هي المشكله في ايه؟ انك عايز تحل بسرعه، فالحل بسرعه ده عاده ما بيديش النتائج كلها المكتمله، لانك بتروح بتدور على ارض مش دايما بتبقى اقرب ارض، وبتبني بسرعه علشان تحط اكبر عدد من الناس، فبتروح تبني بلوكات مش جميله، وفكره التكدس بتنقلها معاك اخف شويه، بس فكره التكدس بتتنقل لانك حل سريع. كويس، فاحنا بنوائم ما بين الحل السريع ده وما بين الحل اللي هو فيه تأني وفكره. فمجلس الوزراء لما عرضنا المشروع القومي بتاعنا واستراتيجيتنا قال لنا يلا اشتغلوا بحيث انه مصر تبقى بالعشش، وهنشوف لكم الاعتمادات الماليه. فبنضع خطه الاسبوع الجاي ان شاء الله، هنضع خطه زمنيه يعني ان شاء الله، اللي هو 81 منطقه في مصر هي عشش لازم نطورها، في بعضها اعداد كبيره هتنقلها لاماكن مؤقته وترجعها لاماكن قريبه من الاصلي، لانه ثبت انه كل المشاريع اللي نقلت للناس بعيد 6 اكتوبر فشلت. انا لسه كنت هقول لحضرتك دي مشكله الناس بشكل كبير، ولاحظناها قوي لما فاكره حضرتك الصخره اللي انهارت عند المقطم، بنوا لهم مساكن جديده وانتقلوا ليها، لكن كلهم كانوا مستائين لانها بعيد عن مجال شغلهم، فبيضطر يركب علشان يوصل للمكان، فيعني المصروف بيبقى زياده عليه، المصروف والوقت وانقطاع الروابط مع اللي بيشوف له شغل اللي هو ارزقي ده. صح. فطبعا فكره، بس برضو لو فكرنا بالراحه، في ناس عندها شغل مستديم مش ارزقي، دول لازم ينقلوا في مكان قريب من الاصلي، لكن الارزقي اللي هو على باب الله على باب يوم الله. بيوم ده عايز فكره جديده لسه ما عملناهاش، اللي هي بنقول عايزين نجذب الناس للمناطق الصحراويه. حلو. طب لو الارزقي ده ملوش لسه يعني مكان ثابت ولا مهنه واضحه، ولا طب ليه ما نفكرش في انه نصنع للناس دي مجال عمل جديد وفي المكان الجديد اللي عايزين ننقله، ومش هيبقى مشروع عملاق، ده المتعب فيه بقى، ده هيبقى مشروع بطيء وعلى الهادي، وبتبني فيه الانسان واحده واحده، ممكن ياخد سنين بس دول ده اللي هيعمل التحول الاجتماعي والاقتصادي اللي يطلع الناس من التكدس بتاع المدن. اكيد ما مش هندوس على زرار الدنيا هتبقى حلوه، يعني اكيد هتاخد وقت وهنتعب صحيح، لكن اعتقد ان في الاخر هتبقى فيه ثمره موجوده اكيد، والناس مستعده. يعني احنا برضو لما نزلنا الدويقه بعد الصخره وسالنا بعض الناس عندكم استعداد تطلعوا بره، في بعض الناس قالوا بس شوفوا لنا شغل الاول، احنا مش متمسكين بالشبرين دول اللي احنا فيهم، احنا موجودين هنا عشان الشغل. كويس، وانت بتنقلي برضو لازم تراعي النواحي الروابط الاجتماعيه طبعاً. ما ينفعش تنقلي الناس فراده طبعا، هم عملوا اواصر اجتماعيه مع بيشيلوا بعض جيران ونسايب وقرايب ودي بتنفع لانه مش بتقدر توفر خدمات ومرافق مره واحده، فعلى ما الدنيا تتظبط كمجتمع متكامل هم بيشيلوا بعض، وده اللي جميل في مصر. تمام، جميل. احنا عملنا تقرير عن العشوائيات، فنطلع مع حضرتك لفاصل نشوفه وكل السادة المشاهدين معانا يتابعوا هذا التقرير، نرجع مرة تانية مع دكتورة ليلى. تحفل مصر بالعديد من المناطق العشوائية التي افتقرت دائما عبر حقبات طويلة إلى اهتمام كل الحكومات، فظلت تعاني انعدام المرافق والخدمات الأساسية وتدني مستوى المعيشة، بالإضافة إلى الفقر والأمية وانتشار سلوكيات اجتماعية مدمرة، وكلها من المشكلات التي جعلت من العشوائيات دائما قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت. تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المناطق العشوائية في مصر بلغت 1221 منطقة، كما أن هناك 8 ملايين من بين 15 مليون يسكنون العاصمة يعيشون في تلك العشوائيات التي تحتل 45% من مسطح العاصمة.
ونظرا لخطورة مشكلة العشوائيات، حاولت حكومة المهندس إبراهيم محلب مؤخرا إيجاد حلول لها، فاستحدثت وزارة مستقلة للتنسيق الحضاري والعشوائيات تولتها الدكتورة ليلى اسكندر صاحبة التجربة الطويلة في العمل في مجال المجتمع المدني والبيئة. إن العشوائيات ليست مشكلة سكن، ولكنها مشكلة ظروف اقتصادية ترتب عليها هجرة سكان الريف إلى الحضر بحثا عن فرص عمل، ومن ثم لجأوا إلى أشكال السكن العشوائي في مناطق غير آمنة أو غير مخططة. هناك خطة للوزارة لإنقاذ سكان القبور الذين يبلغ عددهم حوالي 6 مليون مواطن، فسكان القبور جزء من العشوائيات بكل تأكيد، لكن علاج الأزمة يحتاج إلى التعاون بين جهاز التنسيق الحضري ووزارة التطوير الحضري، لأن بعض المقار تخضع للآثار والتاريخ، فلا يمكن الاقتراب منها أو تطويرها دون تنسيق مسبق، وحاليا يسعى المسؤولون لحل مشاكل هذه المناطق العشوائية. نرجع مرة تانية نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. دكتورة ليلى، يعني لما بنقرأ أخبار عن العشوائيات بنبقى عارفين إن هي مصنفة لثلاث أنواع، خطيرة وشديدة الخطورة ونوعا ما آمنة. التصنيف ده بتشتغلوا أكيد طبعا على الخطرة أول حاجة، صح؟ الخطرة أول حاجة اللي هي على تحت جبل أو على سن الجبل أو مبنية في مخر السيل، فده في منه كتير في البحر الأحمر وفي أسوان وفي هنا في الدويقة في منشية ناصر وعزبة خير الله كمان فيها، فدي الأولوية الأولى. لكن عددهم مش كتير، هم بيطلعوا 20 منطقة. بعد كده اللي هو عيشش، وتالت حاجة اللي هو صرف صحي أو في خط ضغط عالي كهرباء بيعدي من فوقيه، وبعدين الغير مخطط اللي هو أغلبية العشوائيات بقى في مصر. معالي الوزيرة، يعني معلش انا عايز اركز على نقطة معينة. يمكن دايما الافلام او الفن بشكل عام بيركز لك ان العشوائيات السكان بتوعها عندهم مشاكل وممكن ما يبقوش كويسين وعندهم مخدرات والجريمة منتشرة والكلام ده كله، هي بيئة ممكن تكون خصبة او تستوعب الكلام ده، لكن حضرتك اشتغلتي مع الناس دي كتير وعندك خبرة، انا عايز تقولي طبيعة الناس اللي عايشة هناك عاملة ازاي، عاملين ازاي؟ يعني انا اشتغلت 33 سنة في منشية ناصر، وعايزة أقول لحضرتك أنه أجدع ناس عرفتها في حياتي هي اللي ساكنة هناك. فكرة الإجرام والقصص الدرامية، يعني الدراما لازم تعظم من حاجة، يعني هي اسمها دراما، لكن مش كده طبعا خالص. العشوائيات دي دلوقتي بالذات لما سياسة تسعير الأراضي والإسكان رفعت أسعار الشقق في القاهرة الكبرى، يعني في قلب المدينة، بقى فيها مهندسين ودكاترة ومعلمين وممرضات وحرفيين، كله بقى خليط من الناس، ما تقدرش تقول مجرمين ولا مخدرات ولا. لكن هو ايه اللي بيخلينا نقول كده؟ انه بسبب التكدس وان احنا عزلناهم، وان يمكن ما فيش نقط شرطة كتير، خلاص اللي عنده كده نوايا سيئة بيجد انه البيئة العمرانية المكدسة المعزولة بتديله الامان انه يعمل حاجات مخالفة للقانون في الخفة. طيب يبقى احنا بقى نفتح الاماكن على المدينة ونفتح المدينة عليهم، ونوسع الشوارع وندخل مرافق ونحط نقطة شرطة، يعني ده اللي لازم يتعمل على مدى طويل، وهنبتدي ان شاء الله بمنشية مصر ان شاء الله. الله بإذن الله. هيك ذكرتي دور المجتمع المدني في تطوير المناطق العشوائيه، لكن انا عايز اسال حضرتك كمان، في رجال اعمال وشركات كبيره قوي ممكن يكون ليها اسامي ممكن هي تساهم كمان في تطوير هذه العشوائيات ويبقى جزء من دورها تجاه المجتمع، الى جانب يعني طبعا يدفعوا الضرائب، بس جزء من الضرائب يروح مثلا لتطوير هذه الاماكن وهذه العشوائيات واستثمار في المكان وفي نفس الوقت في البشر، هل ده قابل للتنفيذ؟ جدا جدا. احنا عندنا شراكة مع اتحاد بنوك مصر بيدونا 2% من ارباحهم كل سنة توصل ل 150 مليون جنيه. هم اختاروا انه يشتغلوا في حلوان، عشوائيات حلوان، ففي 15 منطقة هناك عشوائية. بدأنا بالحاجات المادية، رصف طرق وصرف صحي وانارة واطفاء حريق،
لكن دلوقتي داخلين على المخلفات الصلبة والنظافة، وهنبتدي بقى في المدارس والتعليم والأنشطة الشبابية فأدي نموذج واحد. عندنا برضو قطاع خاص بيعمل حاجات تانية، يعني في مكتب الدكتور أحمد جابر ومكتب الدكتور عاصم ومكتب هيل، وفي شباب معماريين اسمهم أحمد فياض وجيتوي، ما يعني أسامي ملهاش أول ولا آخر، بيقدموا لنا استشارات مجانا وبيعملوا لنا رسومات هندسية مجانا وبينزلوا يعملوا دراسات على مقالب القمامة مجانا، يعني مش قادرة أقولك كمية الناس. ضيفي إلى كده الشباب، مش شرط يبقوا مكاتب، يعني الشباب اللي بيجي الوزارة كل يوم حاجة تفرح صراحة. معقولة بيجوا متطوعين؟ بيجوا متطوعين، بيجوا جماعة وبيجوا فرادة، فبنقعد معاهم ونشوف هم يقدروا على إيه وحابين يعملوا إيه. فعندنا شباب في بورسعيد وفي كفر الشيخ وفي القاهرة وفي المنيا وفي أسيوط، كل حتة شباب بيتطوعوا علشان يعملوا ندوات عن القمامة وفصلها من المنبع وجمعها سكني. يعني مش قادر أقولك قد إيه مصر جميلة بشبابها. الله. الحمد لله، دي جميلة بقى، نقطة تدينا إيجابية. مهم جدا الإيجابية دي. طب معالي الوزيرة، يعني خلينا نطلع من القاهرة شوية ونشوف المدن التانية. عايزين نتكلم على سوهاج، عايزين نتكلم على أسيوط، عايزين نتكلم على الأقصر، على أسوان. أنا عارف إنه العبء كبير ومشكلة كبيرة، لكن أنا حاسس كده في كلام حضرتك إن في نزعة أمل وإيجابية في الفترة اللي جاية. حاسس في عينين حضرتك إن في حاجة حلوة جاية. في حاجة حلوة أكيد. أدي حضرتك مثال من أسوان، في منطقة اسمها الصحابي، دي كانت بيوت متهدمة وعشش، ودخلنا علشان نتشاور معاهم طب هنحل المشكلة إزاي. أما قالوا إحنا عارفين إنكم ما عندكوش فلوس تقضي المطلوب بتاعنا، فإحنا اللي بنينا البيوت دي معانا فلوس بس مش للمرافق ومش كل حاجة، يلا نشوف كل واحد هيحط قد إيه ونقسمها مع بعض. ففي منطقة الصحابي ناس محترمين جدا جدا بيساهموا مع الوزارة في تطوير المناطق بتاعتهم، وهم اللي قرروا ارتفاعات ايه ووسع الشارع ايه ومين اللي بيته لازم حتما هيتهد علشان يوسع الشارع فيروح ننقله هنا. تفاوض رائع، مفيش خناقات طبعا. فده اللي نأمل انه نكرره في كل حتة في مصر. بس السعيدة طبعا ليهم وضع خاص. هم لسه هادين كده وبيتفاهموا ومرتبطين بالحي بتاعهم اكتر. اللي جم من الصعيد الى القاهرة لسه فيهم بعض السمات الصعيد، فالشهامة والجدعانة والرجولة لسه موجودين. بنحاول بقى نستثمر الحتة دي علشان نتفاوض بنفس الطريقة. الموضوع مش ان انا جاي اخد من الدولة اكتر حاجة اقدر اخدها، لا، هي احنا كلنا مع بعض في المشكلة دي ومش هتتحل لوحدنا. لا الحكومة عندها الموارد، ولا الموضوع موارد بس، هو الموضوع بعد ما تطور المكان مين اللي بيديره، مين اللي بيحافظ على الشارع وعلى عمود النور وعلى انتوا الناس اللي ساكنه، اللي ساكن هو اللي بيدير الكلام. فان ما كانش من الاول تشركهم في الحل والتفاوض، يبقى تأكد انه اي حاجة هتعملها هتخرب. طب ردود الفعل في المدن التانية كانت نفس ردود الفعل دي؟ يعني بدرجة فظيعة جدا، بس لسه النتائج ما بنتش زي في أسوان. المنيا في حاجة اسمها عشش محفوظ، كنا هناك الأسبوع اللي فات سكننا 20 أسرة، بنعملها مراحل. هي كانت عشش، دلوقتي أصبحت هي في قلب المنيا، في قلب المدينة، في عمارات. مع الأسف اضطرينا نبني البلوكات إياها برضو، لكن مع جمعية مصر الخير بنعمل على أنه ننظم الناس إزاي يحافظوا على نظافة السلم وانه ما يرموش القمامه بره العماره مع الشارع بتاعك. تمام. ففي نوع من التاهيل والتنظيم بتقوده الجامعات الاهليه والمجتمع المدني في يعني رفع ادراك الناس على انه دي حاجتي. أيوة. دي بتاعتي. فلازم احافظ عليها. صح. واحنا رايحين ناحيه السيده نفيسه، في بلوكات اعتقد دي مبنيه من الستينيات ولكنها شكلها مازال محتفظ بجمالها. اعتقد انه لو ممكن تتعمل برضو البلوكات بالشكل ده هو بعد كده بمساحه جنينه صغيره، بتدي شكل جميل وحضاري يخلي الناس تبقى مبسوطه وهي عايشه، حتى لو هتسيب المكان اللي هي عايشه فيه وهتنتقل لمكان شكله ادمي وحلو وفي متنفس للولاد ان هم ينزلوا يلعبوا في جنينه، يبقى عندهم مجال ان هم يمشوا في شارع نظيف متنور، مش هيبقى عندهم مشكله. صح. ده الجديد برضو، كنا زمان واحنا بنخطط للعمران اللي بننقل ليه الناس
ما بيتوفرش أراضي خضراء أو متنفس. دلوقتي رافضين الفكرة دي تماما، وكلنا بنعمل على أنه لازم نوجد مساحات خضراء ومتنفس في تطوير العشوائية الجديدة. ده بيحصل أصلك لازم تفرغي أراضي، بيحصل عن أنك بتعرضي على السكان عروض أخرى، يعني في شقة بديلة أو في فلوس لو حابة تطلع برة. زمان ما كانش قوي العرض ده بيتعمل، دلوقتي لما بيتعرض على الناس في بعض الناس اللي ابتدت تشوف أعمال خارج المنطقة الأصلية، فبتفرغ شوية أراضي تقدري تعملي فيها دي. معالي الوزيرة، يعني حضرتك من نوع العاملون في صمت، يعني عايزة تعملي وعايزة الشغل يبان، لكن أنا عايز أشوف بتكلم حضرتك على دور الإعلام. الإعلام مش مركز على اللي أنتوا بتعملوه بشكل كبير، مع أن أنتوا بتعملوا حاجات جميلة جدا وإيجابية جدا وبتبعث طاقة إيجابية للناس كلها. لما أقعد أعرف أن أنا عندي شباب بيتطوع كل يوم وبيجي عشان خاطر عايزين يعملوا حاجة حلوة، لما أشوف الجهود اللي الوزارة عاملاها عشان خاطر ترفع من مستوى المعيشة وتقضي على العشوائيات أو تطورها بحيث أنها تبقى حاجة جميلة، الحاجات دي كلها أنا ما أعرفهاش، أنا قاعد في بيتنا ما عنديش فكرة عن الكلام ده كله كمواطن. يعني حضرتك شايفة دور الإعلام إيه في الفترة اللي جاية دي؟ المفروض يبقى فيه تعاون أكتر، نبعد بقى عن حاجات اللي بتاعت بالليل الواحد يخش ينام يحس ان في قالب طوب اتحط على قلبه وفتح بقه كده، عايزين الحاجات الحلوه دي تطلع. ليه مش مفيش تواصل مع الاعلام بشكل كبير؟ احنا لسه وزاره وليده وبنأسس اداره العلاقات العامه والاعلام بتاعتنا داخليا، بنعتمد عليكم في المقام الاول بشكل قوي جدا. الناس الحلوين اللي بيفتكرونا وعايزين يبصوا على الجانب الايجابي بيدعونا، بس انا معاك انه احنا لازم نقوي، لسه بنأسسها، يعني لازم تعمل علاقه اقوى مع حضراتكم وباقي اجهزه الاعلام. عظيم. احنا اتكلمنا على الصعيد، ما اتكلمناش على مدن الوجه البحري، يعني اعتقد ان السويس وبورسعيد برضو فيها شغل كويس. شغل كويس جدا، يعني احنا انتهينا من منطقه زرزاره اللي هي كانت بدات بعد الثوره مع السيد اللواء احمد عبد الله ونهاها السيد اللواء سامحلي، لكن هو دلوقتي بنبدا منطقه جديده اسمها القابوتي، خلصت المرحله الاولى من الاول ودلوقتي بنكمل المرحله الثانيه. وعشان الناس ما تفضلش قاعده في عيشه شعاله ما نملها، عملنا حل جديد ما كناش بنعمله قبل كده، اللي هو بناء ايواء مؤقت من الفايبر جلاس بتواليتات نظيفه ومكان كريم، وفي اوض زي شقه صغيره، يعني اوضه بالمطبخ بتاعها وحمامات صف كده، لانه مش ايواء مؤقت من اللي هو بطوب واسمنت ويقعدوا 10 سنين، لا ده بيتفك. والقوات المسلحه تبرعت لست شهور يعني انه تحط الايواء ده على ارضها، لانه بورسعيد مقفوله ما فيهاش اراضي. وبعد 9 شهور ان شاء الله هتتسلم دي. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه المخلفات الصلبه بنعمل تجربه جديده في بورسعيد مع وزاره التموين. الجامع هيرجع يبقى سكني زي ايام ما كان الزبالين كلهم بيجمعوا هنا. اسسنا 17 شركه شبابيه بعدها ضمت نباشين. دلوقتي بنطلعهم من النبش والمهنه الغير كريمه عشان يمارسوها بطريق منظم وشرعي وادمي وياخدوا حقهم من المفروزات. هي مبنيه على كده، هو بينبش عشان عايز ياخد الكرتون والبلاستيك بتاعه، هيبقى بتاعه هيحتفظ بيه، فدي جديده. وهيتعمل له مكان كريم يفرز فيه، ما يروحش يدور على اي دروه في الشارع، في ظهر مصنع السماد. مع السيد المحافظ السابق عملنا جذبنا مستثمرين راحوا شافوا مصنع السماد، هيعيدوا تاهيله، هيتعاقدوا، هيشتغلوا عشان ياخدوا العضوي. ومع وزاره التموين بقى البيوت اللي هي هترمي في كيسين، كيس اكل وكيس باقي الحاجه، هتاخد نقط على بطاقه التموين. عظيم. والنقط دي هتترجم، النقط دي يروحوا يشتروا بيها. ومين اللي هيدفع حق الحاجه دي؟ الناس اللي بيبيعوا منتجات التموين، لانه الناس هتشتري اكتر من حاجتهم. فوزير التموين جمع كل الشركات اللي بتنزل بضاعه تبع التموين ما بين زيت ورز وسكر وكلهم على اتم الاستعداد. فبتقول حضرتك على رجال الاعمال، اهم رجال اعمال جدعان جدا مصريين وبيساهموا في المنظومه. عظيم. انا بعتقد انه العلاقه المبنيه على الربح، ربح وين وين، بتخلي الناس تشتغل وبتخلي الناس تبقى قابله ان هي تتغير وتعمل، يعني لما ياخدوا نقاط ويستفيدوا بيها كاسره، عايزين ايه اكتر من كده؟ هتفيدهم مقابل الالتزام فقط لا غير، والناحيه الثانيه برضه هيستفيد. وكل ده مش عايزين اي قمامه تنزل الشارع. تمام. اساسا يعني تمام. طب التطوير مش بس هيبقى زي ما انا فاهم من كلام حضرتك هيبقى بونه او نقل او كده، لكن
عايزين نستثمر العادات والتقاليد والحاجات بتاعتنا. احنا ناقصنا شويه حاجات كده، في شويه تراب دايما بنقول انا وهند، شويه تراب عايزين نمسحهم كده. مش شايف حضرتك زمان لما كان في لحظه من فضلك، كان في كلمتين وبس، كان في توعيه للساده المواطنين عشان نطلع العادات الجميله بتاعتنا بتاعت زمان دي، هيك شايف ان احنا محتاجين حاجات زي دي في الفتره اللي جايه؟ جدا جدا. يعني لو تفتكر حضرتك زمان غالبا قبل ما تتولد، ما كانش حد يرمي جرد الميه من البلكونه او كيس زباله من يعني بقينا بنعمل حاجات ما كناش بنعملها زمان. فعايزين نرجع تاني نفتكر انه الشارع ده بتاعنا وان احنا ناس محترمين وبنحب بلدنا. فاكر ال 18 يوم بتوع الميدان؟ كلموني ناس في الاخر خالص، شباب من اللي قاعدين في الميدان، قالوا لي تعالي بقى احنا عندنا مفاجاه هتعجبك. لما رحت شفت لقيتهم مجمعين القمامه بتاعه ال 18 يوم في اكياس سودا منظمه ومقفوله، ما فيش اشاي على الارض. شوف كم مليون واحد كانوا في الميدان، ما كانش اشاي على الارض. هي دي المصري اللي بيحب بلده. فعايزين نرجع نحس ان احنا في حاله ثوره ضد القمامه، وانه الشارع ده بتاعنا مش بس ميدان التحرير. احنا بنتضايق بقى لما نعرف كده ونشوف كده بعينينا ونبقى عارفين ان احنا قادرين، واحنا 90 مليون جدع وجدعة وعندنا كل الحاجات اللي تخليك احسن بلد في الدنيا، وهمشي الاقي في الشارع شويه لمؤاخذة قمامة على جنب كده عاملين منظر وعاملين ريحة ممكن يسببوا في مشاكل. احنا دورنا ايه كمواطنين بقى في حالة زي دي؟ بلاش بقى نسيب الحكومة شوية، احنا حضرتك شايفة نعمل ايه؟ بص لما تبقى كومة كبيرة شوية، لا ده دور الحكومة، لانه معناها انه المنظومة للحكومة مطبقاها غلط. الجمع السكني لازم يرجع. احنا حاليا كحكومة مطبقين نظام صناديق في الشارع وده غلط. لكن لما تبقى كيس بيترمي من بلكونه، لا ده مش من حكومة. ده افراد عارفين كويس قوي انه ده غلط، وفي مكان حتى لو الصندوق اللي مش عاجبني ده، بس احسن من انك ترمي من البلكونه. فده على الناس واللي ماشي في الشارع او من العربيه ويروح منظر بصراحه يعني بتشوفه كتير قوي للاسف. وعربيات شيك جدا يعني، وناس شيك يعني، عيب. ناس شيك وغير شيك، ناس مصريين. اللي يعمل كده بقى مش بيحب بلده. أكيد. ممكن هو بصراحه يبقى هو في الاصل انسان مش كويس يعني، فقد احساسه انه دي بتاعته، وانه يعني بصرف النظر عن الامراض والفيران والاحساس انه بلدي مش ما تستاهلش ان انا احافظ عليها، وتبقى دي حاجه وحشه خالص جوه الناس. لكن لما تشوف كومة كبيرة دي معناها انه حضرتك متعاقد مع شركة ما بتقومش بدورها. فاما انه تعاقدت غلط، او الشركة ان السيستم اللي طلبته منها لا يتناسب مع احتياجات المواطنين وطلباتهم، انه الناس عايزة حد يطلع شقة فوق. فده لازم يرجع تاني. فكحكومة احنا بنحاول نرجع ده. ده هيتطلب فلوس، واحنا دلوقتي مش قادرين نطلب من الناس يدفعوا فلوس زياده لانه ما شافوش خدمه سنين طويله. طيب منين تجيب الفلوس اللي تسمح لشباب طالع نازل؟ بتعوضوا بقى شويه بالمفروزات، تقول له خلاص يعني احنا مش قادرين نقول للناس ادفعوا رسوم، هنعوضك بانك انت هتبيع البلاستيك والكرتون، وده هيغطي جزء من الرسوم الناس ما دفعتهاش. طب والباقي؟ ما هو لازم. طب في سؤال بقى حضرتك، هو الناس اللي بتيجي للبيوت ما هي موجوده لسه لغايه دلوقتي؟ مش في كل البيوت، والبيوت بتدفع لها يعني. فالدنيا ممكن تشيل بعضها، الناس تدفع للناس دي بحيث انها تشيل عبء كبير جنب الشركات. وبعدين الشركات بتقول لك انا باجي ثلاث مرات في اليوم او مرتين في اليوم. لو الناس حطت الحاجات يعني القمامه في وقت الصبح مثلا، وهما لو بيجوا مثلا الساعه 2 يبقى قبل الساعه 2 مثلا من 1 ل 2، يبقى في مواعيد بحيث ان ما يبقاش في تراكم او كده. ده رد الشركات مثلا او رد الناس في اللي بتقول كده. هيك شايفه هو الموضوع صعب يعني، لكن لا مش صعب قوي، لكن مش صعب قوي. بس هو الناس اللي لسه بتيجي دي على فكره دول اللي هم كده طواعيه اتفقوا مع الساكن. دول مش تبع شركه. طب انت بتدير مدينه، ما ينفعش تسيب كل عماره على اهوائها. يعني ممكن يتقنن الموضوع ده مثلا؟ لازم. لازم. واللي بياخد فلوس من الساكن ياخدها بشكل رسمي. تمام. انا عايزه اقول لحضرتك اعتقد ان في نقابه للزبالين، فممكن يبقى في تعاون مع النقابه دي، بيبقى توزيع على المحافظات المختلفه والاماكن والمناطق المختلفه، بحيث ان هم يشتغلوا هم كمان يستفيدوا. انا بصراحه احقاقا للحق احنا بيجي لنا زبال، واللي انا عايزه اقوله انه ما شاء الله الله اكبر شباب زي الفل في الجامعه. يعني بيشتغل الصبح في مهنته وبعدين بيروح يحضر الجامعة المعهد اي حاجة هو بيعملها،
وده بيخلي الناس تبقى فرحانه بيه وبيقابلك بابتسامه. يعني صباح الخير يا فندم، يعني كفايه الابتسامه دي خليكي يعني ايه تدي له عينيكي يعني كده. فاحنا عايزين نتعاقد مع دول. اللي بيحصل ساعات ان بيجي واحد وسيط، ما تيجي بقى للحظه تقنين الوضع وتديه شرعيه، تلاقي حد غيره دخل تعاقد مكانه وخد الفلوس من الحكومه وساب ده يشتغل وياخد منك برضه. فعشان كده المنظومه لازم تتظبط، اللي بيجمع هو اللي يتعاقد، هو اللي ياخد فلوس. وحضرتك بدل ما بتدفعي 8 جنيه انت بتدفعي له كام دلوقتي؟ انا بديله بالزياده بصراحه. الزياده دي تروحي عطيها للحكومه وهو ياخدها هي على من الحكومه. لانه مرتب بالظبط. انت بتديري منظومه مدينه، ما ينفعش تسيبي كل عماره على مزاجها. واللي يتعاقد يكون هو اللي بيأدي الخدمه عشان هو اللي ياخد الفلوس. حاليا في حد بيتعاقد غير اللي بيأدي الخدمه، ومش بيدي اللي بيأدي الخدمه حقه. فبيروح هو بياخد منك تاني. غير كده هو بيعوض المبلغ الصغير اللي بياخده عشان البنزين غالي من انه بيبيع المفروزات. احنا عايزين ندخل كل الشباب العاطل في المنظومه دي ونخليه يكسب منك ومن المفروزات، بس يشتغلها بكرامه. فاول خطوه في الكرامه انه الاكل ما يترميش مع البلاستيك والكرتون. عشان ما ينفعش شاب مصري جامعي او غير جامعي يوسخ ايديه. تاني خطوه هي انه يتعمل له اماكن رسميه واضحه يفرز فيها، مش يروح يفرز في بيته ولا ورا شجره ولا ولا. والعضوي اللي هو الكيس اللي هو مش عايزه يوصل بيه لحد مصنع السماد، وعشان اضمن انه هيوصل بيه لمصنع السماد ياخد حاجه على كل طن عضوي ياخده، لالا ممكن يسيبهولي على الدائري او تحت او في اي مكان. أو في أي مكان. صح. طب الحاجات دي هنشوفها امتى؟ انا مستبشره خير انه دلوقتي في يعني اقبال على التغيير اكتر وتغيير الفكر. ومع السادة المحافظين الجداد هنبتدي نعرض الحاجات دي ومحافظة محافظة ننفذها. بس بورسعيد، تبني الداء، السويس، اسماعيلية، وهنبدأ في المنوفية واسكندرية، الجيزة في ثلاث أحياء بدل. جميل. إن شاء الله المشاكل كلها تتحل واحدة واحدة علشان نقيس الإنجاز وعشان نقول الحمد لله إحنا أنجزنا. الشغل ده ابتدى من إمتى دكتورة ليلى؟ لا من زمان، يعني من أكتر من سنة، من أيام ما كنت في البيئة. ده زمان سنة، ده إنجاز والله. لا يعني بس زمان دي بالنسبة لنا من 20-30 سنة. لا هو الدراسة على المصريين وأهوائهم وينفع معاهم يفصلوا في 3-4 اكياس زي اوروبا ولا 2 ولا 1 ولا ما فيش، دي بدات من زمان، من 20 سنه. التجارب وصلنا الى كده ان المصريين والسيستم بتاع العربيات والناس اللي هتنقل ما ينفعش غير كيسين دلوقتي. بعد شويه نتطور. فده بدا حاجه تانية بتاعت فكره الرسوم، الناس قادره قبل رغبه تدفع ولا لا. دي بدات التجارب من زمان، ولقينا انه الناس زي حضرتك بتدفع. ده في مبابة بيدفعوا 10 جنيه في الشهر. في الزمالك والباقي الاماكن بيدفعوا 30-40 جنيه، يعني الناس بتدفع بس مش للحكومه. تيجي تقولها ادفع الحكومه تقول لك انا بدفع 8 جنيه. ففكره ليه بيدفعوا للي بيجي الباب الشقه؟ عشان ضامنين الخدمه بتاعته. صح. مش ضامنين الحكومه. فحلها ان الحكومه تتعاقد من الناس دي اللي انت ضمناها. هي دي. طب نرجع مره تانية للتطوير الحضاري بقى والشكل الحضاري اللي ممكن يكون في المدن. بيروح تونس يشوف ان هي كلها موحده لون واحد. بيضه والشبابيك لونها ازرق تركواز جميل، فبيسيب انطباع حلو عند الناس. اول ما تقولي تونس يجي في دماغك المنظر ده. وسط البلد كانت من اجمل الاماكن اللي كانت موجوده في العالم. لما بنقعد نتفرج على الصور نقول هو ده كان في مصر؟ معقوله ده احنا كنا كده؟ الشوارع كانت بتتغسل بالميه والصابون، واجهات المحلات كانت زي فرنسا واوروبا كانت اجمل كمان، اجمل بكتير طبعا. كان الملوك بيجوا هنا. الملوك كان بيجوا قضوا اجازاتهم في اسكندريه وفي القاهره. امتى نقدر نشوف ده مره ثانيه في القاهره الجميله وخاصة منطقة وسط البلد؟ يعني أنا بصراحة بحب المنطقة دي لأنه أنا بشوف أنه وجهات العمارات بتدي يعني بتدينا نبذة عن تاريخنا، نبذة عن حضارتنا، إحنا كان وضعنا إيه وكنا عاملين إزاي. بس بتضايق قوي من شكل المحلات اللي مليانة
مكدسة بالمنتجات والبضائع بشكل غير حضاري. اه مش حلو ابدا. هل في مجال ان ده يتطور؟ اه طبعا في مجال، ودلوقتي في شغل بيتعمل على القاهرة الكلاسيكية بيسموها، غير القاهرة الفاطمية. في شغل بيتعمل، بس ده هيحتاج انه يعاد النظر في قانون الإيجار والقوانين الإسكان. أصل المدن عشان ترجعيها زي ما كانت القلب النابض للمدينة، ما ينفعش انها تبقى كلها أغنية وبس. لو بقت أغنية وبزنس بالليل هتموت، هتبقى مدينة ميتة. ولو كان هتفضليها تخليها حية بالمحلات اللي حضرتك أشرتي إليها، مش هيبقى الحاجة اللي انت عايزة تحيي بيها قلب المدينة. فلازم تغيري فكرة استخدام قلب المدينة. هل هو هيبقى وانت بتطوري بقى شقق فاخرة للأغنياء، ولا هتعمل لها خليط حي من المستويات المختلفة؟ انا بشوف، انا اسفة لقطع كلام حقيقي، بس انا بشوف في وسط البلد في اماكن في مناطق مقفولة ولسه فيها الكوبالت ستونز في الارض، وبقى فيها كافيهات على الجنبين، يعني كافيهات بسيطة وكراسي جميلة بسيطة، بس شكلها حضاري وجميل. اي حد سافر بره شاف المنظر ده واستمتع بيه. صح. فادي هو في مجال للتطوير على هذا المنوال، ولكن في كمان فكر تاني لازم يدخل على قولت. هيبقى في ايه؟ مراكز ثقافية، جاليريز. هيبقى في سكن للشباب ولا لا؟ هيبقى كله بنوك وبزنس وايه يعني؟ لما تتفرغ قلب المدينة من بعض الوزارات هيبقى الوزارات في مباني حيز طبعا. هيبقى استخدامها ايه؟ مسارح ولا مدارس ولا ثقافة ولا ايه بالظبط؟ لسه عايزة فكر. وصراحة مش وزارتنا اللي مسؤولة قوي، بس احنا بنحضر الاجتماعات اللي بيتم فيها مناقشة المواضيع. تمام. طب دكتور ليلى، يمكن احنا عارف احنا تقلنا لحضرتك الشمس جامدة يعني، لكن اخر سؤال بقى معلش استحملينا. عايز حضرتك تكلميني كمواطنة مصرية مش وزيرة، ايه اللي يمنعنا ان احنا نكون احسن بلد في الدنيا؟ احسن بلد في الدنيا، مش بلد من الجمال. عندنا موارد، عندنا 90 مليون مقاتل مصري بيموت في بلده، عندنا ارض، عندنا زراعه، عندنا صناعه، عندنا سياحه، عندنا 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 عندنا. نفسي غمض افتح كده الاقي، ما الاقيش عشوائيات، الاقي الدنيا حلوه، الاقي كل الناس مبسوطه، الناس عايشه بمستوى اجتماعي كويس. من حقنا نحلم، مش عيب ان احنا نحلم. عندنا مشاكل لكن هنتغلب عليها. ايه اللي ناقصنا؟ لا، لازم نغير حاجات كتير في فهمنا عن التغيير بيجي ازاي. في رايي انه لازم يبقى في عداله توزيع الموارد القويه دي، علشان تعيد توزيع الاراضي على الفقراء، عشان يعملوا مشاريع صغيره، مش بس على المستثمر الغني اللي هو هيعمل لك مشروع عملاق وهيجيب تكنولوجيا حديثه وهيشغل عدد قليل قوي من العمال. احنا فهمنا على التنميه الاقتصاديه انه عايزين نجذب استثمارات كبيره، ده كويس، بس مش هيعمل التغيير اللي بتقول عليه، لانه ما عملتش عداله في توزيع الموارد. ما فتحتش فرصه للمستثمر الصغير اللي هو طلع فلوسه لقناه السويس. ده جاهز. طيب احنا ليه ما بنخصصلوش اراضي زيه زي الغني، ونساعده ان يعمل مشروعات صغيره زي ما عايزين نساعد المستثمر الكبير؟ ده وده، احنا لسه ما شفناش كل مستثمرينا صغار وكبار. وطبعا التعليم لازم يبقى عندك واحد صحته قوية، بياكل كويس، ما يبقاش عندك ناس بيتحدوا الإعاقة، ما يبقاش عندك مشاكل اجتماعية بتطرد الأطفال للشارع. يعني عايزة كده روشتة تشمل حاجات صعبة؟ مش صعبة، بس هتاخد وقت. ده للمصريين، علشان تعبنا كلنا عايزين بسرعة، ودي حاجات ما بتحصلش بسرعة. صبر فضيلة. لازم كلنا نتحلى بيها بإذن الله. دكتورة ليلى اسكندر، احنا بنشكر حضرتك على تشريفك لينا. حاتم قال في مقدمة الحلقة، بس انا عايزة أكد تاني وعيد، انه يعني حضرتك من نوع المسؤول القريب للناس. يعني حاتم قال في المقدمة، وانا اسفة يعني ما عرفش حضرتك تحب ان احنا نخوض في الموضوع ده ولا لأ. لا لا، انا حاجة جاية. لا اصل دي حاجه جميله يعني، معلش يعني. حضرتك جايه في تاكسي من غير حرس، دخلنا لقينا مواطنه مصريه جميله طيبه وشاب شوش مبتسم بتضحك في وش الناس كلها، ودي نوعيه مسؤولين افتقدناها لزمن.
بصراحة. لا والجميل كمان يا هند ان في حاسة بحاجة هنا، حاسة ان في حاجة حب طالع من القلب بجد، يعني حابة بلدها بجد، عايزة تعمل حاجة بجد، بتبص للشباب نظرة إيجابية جميلة، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. كتير من الوزراء. أنا عارف ما هو ما هي جميل بس مش باينين، مش باين الكلام ده. احنا يعني بقينا فيه بعد أزمنة عشناها مدة طويلة، هو ده التغيير. المسؤول في خدمة الشعب، المسؤول مع الشعب، مش الشعب اللي بيجري ورا المسؤول وبيترجى ان هو يخدمه او يعمل له الخدمات. دي وظيفه ومهنه ربنا اراد سبحانه وتعالى ان حضرتك تبقي فيها علشان تخدمي الناس دي، وحضرتك يعني خير من يمثل هذا النموذج. وانا سعيده بالبرنامج بتاعكم لانه ايجابي جدا. ربنا يخليكي. شكرا لحضرتك دكتوره ليلى اسكندر، وزيره التطوير الحضري والعشوائيات، نورتينا النهارده في مصر جميله. واحنا بنوعد حضرتك ان احنا دايما نلقي الضوء على الشغل اللي انتم بتعملوه عشان نوري الايجابيات للمواطنين. اشكرك حضرتك، شكرا قوي قوي على شكرا جزيلا يا فندم، نورتينا. طيب هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام وهنرجع بعد كده عشان